السلام عليكم مشاهدي الكرام. الخوت اليوم غادي نشارك معكم واحد الخبر اللي اعلنت عنه الصحف الاسبانيه من طرف السلطات الاسبانيه اللي بدات في حمله ديال الاعتقالات في صفوف المهاجرين وبداو كيحيدوا الاوراق لبزاف ديال المهاجرين اللي لقاو عندهم هذا المشكل هذا في الدوسي ديالهم. امور حقيقه خطيره. السلطات الاسبانيه قالت بان اعتقلت عدد وباقي عدد اخر غادي يتحقق وغادي يتم اعتقالهم والله يسر وصافي. يعني الامور صعيبه وصعيبه بزاف. هذه الحمله هذه اعلنت عنها يعني السلطات لانها حمله دقيقه في صفوف المهاجرين وخاصه دخل فيها حتى المكتب ديال المهاجرين ديال اكسترانخيريه كيشوفوا الاوراق اللي كاع فيهم هذا المشكل هذا غادي يعني يتابعوا اموالهم. للاسف غادي نشوفوا الخوت بالتفاصيل. ما تفخرش علينا باللايكات ديالكم والبارتاج. اللي ما بغاش يدير لايك ماشي مشكل، لكن بغينا غير البارتاج باش توصل المعلومه للجميع ونفيدوا الناس. وميساج للناس اللي كيقولوا لنا كتخلعوا الناس، حنا ما كنخلعوا حتى شي واحد، حنا كننقلوا الاخبار الزوينه والقبيحه الموعده والعبره باش نفرحوكم وباش نحضروكم. هذا هو، هذه قناه اخباريه، هذه ماشي قناه ديال روتيني اليومي، هذه قناه اخباريه كنجيبوا الخبر الزوين والخايب وكنحطوه، حنا ما كنصنعوش الخبر. هذه ردا على شي وحدين كيقول لكم كتخلعونا كديرونا كذا، ما كنخلعوا ما والو. هذه شنو كيقول الصحف الاسبانيه، شنو كتقول السلطات الاسبانيه، كنجيو حنايا وكنوضحوا لكم لا شيء يعني اكثر. نبداو الخوت بهذا الخبر هذا. فعلا السلطات الاسبانيه كما شفتوا سابقا قلت لكم بان فعلا السلطات الاسبانيه بدات كتدقق في شواهد السكن واعتقلت بزاف الكبيع وشواهد السكن. اليوم هنا في الاندلس غادي نشوفوا الخبر كما كتشوفوه دائما بالمصادر. تقع منظمه اجراميه يعني كانت مخصصه لتسهيل الاقامه بشكل غير قانوني للمواطنين الاجانب في اشبيليا هنا في سيبيا عندنا، واسفرت التحقيقات عن اعتقال 4 ديال الاشخاص ولا يستبعد اعتقالات جديده. وممكن انهم يعني مازال كيحقوا لان لقاو بزاف ديال الناس خداو الاقامه ديالهم بهالطريقه يعني بالنسبه لهم غير قانونيه. غادي نشوفوا الخوت شنو هو المشكل شنو واقع باش يعني نحضروا الناس. نشوفوا الخوت هو هذا يعني التفاصيل. هنا عندنا في سيبيا في ويلبا في مالاغا يعني دوسي واحد راهم كيراقبوا الان جميع الدواسه الناس اللي خداو الاوراق بهالطريقه. قام عملاء الشرطة الوطنية في إشبيلية بتفكيك منظمة إجرامية كانت مكرسة لتسهيل الإقامة القانونية في إسبانيا بشكل احتيالي للمواطنين الأجانب في مقاطعة إشبيلية وويلبا وكاديس. يعني في ويلبا وإشبيلية وكاديس لقاوهم أنهم واحد المنظمة كتبيع عقود ديال العمل لعدد كبير ديال المهاجرين وكيخلصوا داك عقود ديال العمل. ناضوا اليوم كيشدوا اصحاب الشركات اللي كيبيعوا عقود العمل، داك السماسريه اللي كيدخلوا كيبيعوا عقود العمل للمهاجرين، حتى داك المهاجر اللي كيشري عقد عمل وغادي نشوفوا بالتفاصيل. نكمل معكم الخوت. واسفرت التحقيقات عن اعتقال 4 اشخاص ولم يتم استبعاد اعتقالات جديده. يعني الشرطة قالت للصحافة أننا اعتقلنا 4 ولكن مازال نقدروا نعتقلوا عدد كبير لأن لقينا هذه خالية وبزاف ديال الناس داروا هذا الأمر هذا. وقد قام الذين تم التحقيق معهم بالتقاضي مبلغ كبير من المال مقابل حصول هؤلاء المواطنين الأجانب في أوضاع محفوفة بالمخاطر على عقد عمل احتيالي للحصول على بطاقة الإقامة في إسبانيا. علاش شدوا هاد الناس؟ لان لقاو شي مهاجرين خداو الاوراق بطريقه احتياليه، شراو عقد عمل بفلوس ما خداوش بانه، لان عقد عمل لا يحق لاي احد انه يبيعه. وكنا كنقولوها دائما، عقد عمل راه ما كيتباعش، شهاده السكنه راه ما كتباعش. هاد الامور هذه الان السلطات الاسبانيه صافي دارت عليها الكاميرا، دارت عليها هذا، ناضوا كيقلبوا في الجميع. الان دابا كيبحثوا في كل شيء، لا يوتامينتو كيشوفوا الناس يعني اللي كي جمال التنسيون كيمشيو يقلبوا كيفاش 10 20 واحد في بيت واحد في دار وحده ساكنين دايرين شهاده السكنه. ما يمكنش كيمشيو يبحثوا ما كيلقاو ساكن حتى واحد، كيلقاو تبعت التيشيرت. كذلك عقود ديال العمل اليوم عاد كيشدوا. واخا قال لك بدا التحقيق عندما علم الوكلاء يعني الشرطه ان شخص دفع شحال مبلغ 4000 يورو نقدا فلوس لصاحب شركه مقابل ابرام عقد عمل. شتي كيفاش هما دابا علاش ناضوا لهاد الاعتقالات وكذا؟ قال لك اول واحد جا يعني شار ليهم الانتباه هو واحد المهاجر خدا عقد ديال العمل عن طريق الريغو سوسيال، دفع عقد ديال العمل لقى قال لهم راني شريته ب 4000 الاورو 4 المليون.
يعني واحد شراه، كيفاش انت شريتي عقد عمل؟ انت دخلت تخدم في ذاك الشركه ومخلص امرأة، ما خصهم يخلصوك الشركه، خصها تعطيك النومينه ديالك ودير لك السيكور ودير لك الامور ديالكم اللي سالي، تعطيك فينيكيتو وكذا. كيفاش انت كتعطيها 4000 اورو باش يدير لك عقد عمل؟ هذا ما كي هذا بالنسبه للبوليس كيبقاو حالين فمهم، بالنسبه لاسبان كيبقاو حالين فمهم، راه ما كاينش لا حول ولا قوه الا بالله. نزيد نكملوا دون الحاجه للعمل فيه، مخلص 4000 ديال الاورو في واحد عقد هذا، وكيقولوا ليه راه ما تخدمش معنا، حنا بعنا غير عقد عمل، سير خذ به الوراق وحنا يعني راه ما غاديش نخدموا. كانت قال لك ودون الحاجه للعمل فيه لغرض وحيد هو الحصول على بطاقه اقامه والعمل في اسبانيا. هادشي علاش باعوه ليه؟ غير باش يمشي يدفع به الوريقات. يعني كما قلت لكم الخط الشرطه الان بدات كتراقب الدوسيات، بداو كتراقبوا دابا الناس اللي دفعوا يعني بداك الكونترا، صافي غادي يحيدوا ليه من الوراق اللي دفعوا بهاد العقود ديال العمل المشريه. اللي شدوه، اللي شدوه، كنتكلم على اللي شدوه، الشرطه لا في ويلبا لا في كاديس لا في سيبيا، قال لك راه شدوه عدد كبير. وقادت تحقيقات الشرطه الوكلاء الى المدير الوحيد للشركه المذكوره، مول الشركه اللي كيبيع هاد عقود العمل، اجي انت شدوه له. اكتشفوا انه كان في اجازه بسبب نقص الموظفين منذ 2020، وانه لم يكن على علم بمدفوعات الضمان الاجتماعي. ووجد المحققون انفسهم امام شركه وهميه، قال لك هذه راه شركه غير كذوب، دارت غير كذوب غير باش انه يصيب عقود ديال العمل وبيعوهم. هذه خدمه هذه الشركه ما كايناش حتى على ارض الواقع. لذلك الحيطه والحذر المهاجرين، الخوت اللي كتمشيو تشريو عقود ديال العمل، بعض المرات شحال من واحد انا كتب لي في الكومنتير خويا مصطفى تقول لي واحد عقد عمل شريته بسته، شريته بثلاثه، شريته بخمسه. كل اللي قال لي في برشلونه وفي مورسيا وصل عقد عمل ب 10 المليون، قلت لي ما كتشري السوارد ديال ما عرفت شنو 10 المليون، رابط البلاد ودير بها محل تجاري وحل لك محل تجاري وهني راسك وتبيع وتشري وحسن لك. تا قال لي راه واصل، قال لك شهاده السكنه واصله الان 1500 الاورو. انت مالك فين يقيدنا هذا في عطاك شهاده الحياه، يعطيك في حياه جديده ولا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هادشي راه هادشي دابا خلانا الشرطة الإسبانية ما تقولش هادشي اش كيوقع. تا وثائق ديال الدولة فابور بالمزام، إسبانيا كنقولها دائما، إسبانيا حاطة موظفين في البلديات باش أنهم ومخلصة لهم الإمداد ومخلصة لهم الكليمة ديالهم باش يكون جالس، باش حتى كتمشي وكدير شهادة السكنة طريقة كيدير لك شي واحد يعني كونفيونس كتكون ساكن عنده، وكتمشي وكتخرجها فابور، ما كيقول لك لا خلص 5 دراهم لا درهم لا ديال الكارديان لا ديال الوراق لا ديال الامداد لا والو، كتطبع لك وتقول لك شهاده السكنه ديالك، الدوله كلشي مكلفه به. كيجي واحد اخر كيبيع لك ذاك الورقه اللي الدوله خسر عليها فلوس صحيحه باش تعطى بالمجان، كيجي هو كيبيعها لك ب 1500 اورو. عقد عمل اللي الدوله الاسبانيه عاطيه الفرص ديال الشغل متساويه للجميع، وبانك لا بغيتي يعني تعطي واحد فرصه عمل لواحد المهاجر، راه عند غير عند الخيستور كيخرجها تاهي، عرفتني يخسر عليك كاع واحد الاورو ديال الامداد والوراق، والخيستور تعطيه واحد 30 اورو ولا 20 اورو باش يخرج لك ديك الورقه. كيفاش انت كتبيعها ب 4000 اورو 10000 اورو لخوتك؟ راه عيب وعار، راه بسيف باش ان الشرطه تنوض ليهم كاملين. واخا نشوف الخوت. ووجد المحققون انفسهم امام شركه وهميه كانت تقدم عقود احتياليه لاكثر شحال من 40 شخصا اجنبيا، يعني هاد 40 شخص مسكين كاملين غادي يمشيو يجبدوا داك الكونترا نفس الشركه كاملين، هادو كاع اللي دفعوا داك الكونترا ديال هاد الشركه، الان اللي خدا الوراق غادي يحيدوهم ليه، لان الشركه خويا انت اللي هذا اصلا ترك ما خدامش فيها. ثاني حاجه انت غير شاري واحد الوثيقه اللي ما عندكش الحق تشريها، وهذاك اللي باعها لك مسخوط الوالدين مشى فيها ما عندوش حق حتى هو يبيع هذه الوثيقه، وضحك عليك واحتال على الدوله لان انت ما خدامش معاه واهل المجره. غادي نشوفوا بفضلها طلبوا تصاريح الاقامه والعمل بسبب الظروف الاستثنائيه التي تشهدها مقاطعه اشبيليا وويلبا وكاديس. نزيدوا نشوفوا الخط التفاصيل. واسفرت مرحله استغلال هذا التحقيق، حيث تضافرت جهود الشرطه الوطنيه باشبيليا وويلبا. الشرطه ديال هنايا ديال سيبيا وديال ويلبا توحدوا وتشاركوا في هذا الامر هذا باش يحقوا في هذو اللي كيبيعوا عقود العمل. عن اعتقال 4 من بينهم زعيم هذه الشبكة الإجرامية وصاحب الشركة الوهمية، المتهمين بارتكاب جرائم، شنو؟ شمع باش متابعين دابا باش تابعوا هادو اللي شدوا، المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب. استران خيروش حتى أنا عندهم الحقوق، علاش استغليتي داك الضعف ديالهم ديال أنت كنباغي الوراق وكذا وجيتي وبيع لي واحد الورقة اللي ماشي من حقك تبيعها؟ ها؟ ضد حقوق المواطنين الأجانب
والاحتيال في الضمان الاجتماعي. حيت اللي تيهد الضمان الاجتماعي كتخلص كتقول الضمان الاجتماعي الناس راهم خدامين وهما ما خدامينش. وتزوير المستندات، ثلاثة ديال التوان دابا انا كزورتي واحد الوثيقة عطيتنا واحد عقد عمل واحد الشركة وهمية ما كايناش. وبالمثل يظل هذا التحقيق مفتوحا، بالك مازال ممكن احنا باقي كنبحثوا باقي دابا 40 واحد اللي كان دافع بداك العقد ديال العمل مساكن غالبا الوريقات لان عارفين انت مرة شراو واحد الكونترا غير قانونية وكذا انتوما تشاركوا في الاحتيال. قال لك يظل هذا التحقيق مفتوحا ولا يستبعد حدوث اعتقالات جديدة. قال لك هاد الدوسي حنا عاد بدينا فيه راه مازال اعتقالات جديدة مازال نشدو، اي واحد اللي كان عنده اتصال بهذا الامر هذا غادي تشد يعني في هذا الامر هذا. لذلك الخوت كنقولوا بان دائما كنت كنقول السماسريه اللي كيبيعوا عقود العمل اتقوا الله في نفوسكم اول حاجه، واتقوا الله في المهاجرين مساكن. راه حشومه واحد كتشوفهم مسكين مهاجر قاتل هنا مع الكرا مع كذا، كدوز 3 سنين كيمشي باش ياخذ عقد عمل مع عند اسباني خدام معاه، يكون خدام معاه في شي بندر في الفلاحه في النجاره في البني وهذا، داك الاسباني باغي يعطيها ليه، ديك الشركه باغا تعطيها ليه، كتلقى داخل واحد السمسار ولد بلادك كيقول ليه لا لا ما تعطيهاش ليه، طلب ليه واحد الخمسه ولا سته، طلب ليه 10، طلب ليه كذا، كيجي ولد بلادك كيطلب لك سته، في حين ان الاسبان شحال هذه الناس اللي كانوا قدام هنا في اسبانيا كيقول لك راه عقود عمل. وراه كان كيجي الخفي كيقول لك ها العار يلاه تخدم، كيجيب الطوموبيل ديالو مرسيدس ولا كذا كيهزك من الدار وعطيك بوكاديو ديالك وديك تخدم، والنهار تحتاج عقد عمل هو كيبدا كل مره يسولك امتى تحتاج عقد عمل، امتى تحتاج عقد العمل باش دير الوريقات ديالك امتى، واش اسبانيا كيبدا يطلب فيك حتى دخلوا يا خويا واحد الفئات لا حول ولا قوه الا بالله اللي هي الان الشرطه الاسبانيه شافت منهم عيقوا، شافت منهم عيقوا في بيع وثائق ديال الدوله، بيع وثائق ما عندهمش حق انهم يبيعوها. فالان راه نايضه حمله مساكن اللي بقاو فيا انا هما المهاجرين اللي غادي يخسروا فلوسهم ويخسروا اوراقهم وممكن حتى متابعات قضائيه في هذا الملف هذا اللي شفتو امامنا. الخوت انتم شفتوه دائما كنجيبو بهذا للعبره للتوضيح، حتى السماسريه كنقول لهم هديكم الله انتم شوفوا هذا البوليس الشرطه والله ما كتظلم شي واحد، القانون والله ما كيظلم شي واحد، القانون راه جاب شي حمينا كاملين مش كيحمي الضعيف والقوي، باش كيحمي حتى الفئه المهاجرين كيولي من حقك انك تطلب عقد عمل الشركه اللي انت كتستاجي معاها ولا باغي تخدم معاها ولا هذا وتعطيه لك، علاش غادي يبيعوها لك؟ القانون كيمنع انك تبيع عقد عمل، القانون كيمنع انك تبيع شهاده السكن، القانون انك كيمنع انك تشد الرونديفو في شي مكان بالفلوس ويبيعوا لك الرونديفو، الرونديفو من حق الجميع انه ياخذوا، الشرطه والله ما كتظلم شي واحد، القانون والله ما كيظلم شي واحد، باش نكونوا واضحين الخوت، بغيوني ولا كرهوني، انا عارف عدد كبير يبدا كريتيكي ويعاير في لي كومونتير، الناس اللي مخصصين في هادشي ديال البيع والشراء ولا كيسمصروا، كنقول لهم دبروا على شي خدمه واحده اخرى، راه هادشي ما مزيانش، وحتى الشرطه الاسبانيه راه ناضت ليه، انتم كتشوفوا، حتى الشرطه الاسبانيه راه ناضت ليه، وكيضروا مساكن كما قلت لكم داك الدراوج داك المهاجر الضعيف اللي في الوسط، دابا غادي يمشيو ليه وريقاتو، ممكن يحلوا ليه شي ملف ديال الطرد. يولي مسكين مخلص وراقيه ومخلص الفلوس وشاد له شاد الوراق حتى شدهم جاو حيدوهم ليه، ولا دخل في واحد المعمعه ديال انه احتال على الدوله ديال كذبتي على الدوله زورتي مستندات انت عارف راسك ما خدامش هاد الشركه جبتي، لا حول ولا قوه الا بالله، الله يدير شتاو ديال الخير. لذلك هادشي علاش كنشاركوا الاخوان اللي كتقولوا راه حنا كنخلعوا وكذا، راه حنا كنجيبوا اخبار بعض المرات مفرحه كنفرحوا الناس وكذا، بعض المرات فاش كيخرج خبر هذا ها هو، وسير قلت القنوات الاخباريه الجزيره وبي بي سي والصحف الاسبانيه و ابي سي سي بي والاسبانيول وكاع البايس وكذا، سير قول لهم راكم كتخلعوا في الناس بالاخبار اللي كتنشروا، وراه وقائع اصاحبي، الناس ملي كنشاركوا معكم وقائع خاصك تجي تقول للناس وراه كتخلع وراه كتفرح وراه كذا، وشنو بغيتو من الجو هذا؟ ماشي قناه ديال التطبال، هذه قناه اخباريه، قناه ديال المعلومات بالنسبه للمهاجرين وجاليتنا المغربي والمغاربه، كنفيدوا الناس بشنو واقع شنو كاين شنو وقع شنو دار شنو دار في البلاصه شنو، باش تولي كتخلع راه الا كنتي كتخلع من الاحسن انك فاش تشوف شي خبر غادي يخلعك ما تدخلش تفرج فيه وهني راسك، هذا ما كاين. الى ذلك الحين استودعكم الله، كان معكم خوكم مصطفى البارودي، الى اللقاء، عطونا الاراء ديالكم اش بان لكم في هذه الحمله اللي دايره السلطات الاسبانيه، واش نتوما معاها او لا ضد هذه الحمله؟ انا بعدا مع هذه الحمله هذه ديال انهم يسدوا على السمساره اللي كيبيعوا ويشريوا في خوتهم المهاجرين. الى ذلك الحين استودعكم الله، الى اللقاء، لايكات الخوت والبارطاج.